أصابني وسواس قهري جنسي يسبب لي إثارة جنسية وأفكار جنسية أثناء الصلاة، فينزل مني المني وأغتسل كل فرض، واستمر للتفكير في هذه الأفكار حتى بعد الإغتسال وفي الصلاة أيضا، وينزل مرة أخرى. أرهقتني هذه الأفكار كثيرا، وأنا أغتسل كثيرا مع نزول المني ولا أستطيع رد هذه الأفكار. فذهبت لكل نفسي، قال لي توضي فأنت مريضة، وليس عن مريض حرج. فضميري يؤلمني أنني إن فعلت هذا وصليت بدون إغتسال لا تقبل صلاتي، فيصعب علي الصلاة بسبب هذه الأفكار حتى أنها تأتيني في صلاتي فينزل في الصلاة، وأنا متيقنة من نزول المني. ماذا أفعل؟ أغتسل كثيرا، بدأت أستثقل الصلاة. ماذا أقول يا بنيتي؟ أسأل الله أن يمسح عليك بيمينه الشافية، وأن يجمع عليك بين الأجر والعافية. الحل المتابعة مع الأطباء، والإلحاح على الله في الدعاء، والصدق في الضراعة بين يديه عز وجل. إن كان الذي ينزل منيا حقيقة بشهادة الأطباء وليس توهما، فالاغتسال واجب لصحة الصلاة، لأن الفقهاء يقولون في أصحاب الوساوس القهرية في باب الطهارة يتوضؤون لوقت كل صلاة. فإذا كانت المسألة إني مش متعلقة بخروج ريح أو بول أو غائط، لا، متعلقة بخروج مني وتحققت من خروجه، ولم يكن أمره مجرد توهم، فأرسل الله أن يعينك على الاغتسال إن شاء الله، وأن يؤجرك على هذا خيراً.